السلام عليكم ورحمة الله البنات. اليوم الفيديو تاعنا على الناس اللي تصبغ شعرها دائما ودير ليماج فيتعرض الشعر تاعهم الى التكسر والتقصف والتساقط. راح نعطيكم اشياء بسيطة جدا تشروها وتستعملوها في الوقت اللي تكونوا صبغتوا شعركم ولا في الوقت اللي يكون شعركم هبط منه الصبغة، لانه المنتجات اللي نستعملوها وقت اللي نسبو ماهيش نفسها المنتجات اللي نستعملوها بعد اللي نسبو. علاه يعني وش الفرق؟ الفرق انه ممكن بعض المنتجات تاثر لينا على اللون، لذلك ان شاء الله اليوم راح نعطيكم كامل الاشياء اللي تساعدكم في علاج الشعر قبل وبعد. قبل ما نبدا الفيديو تحيه طيبه الى ام معتزه راكي غايبه، ان شاء الله تكوني بخير، كذلك ام محمد وام بيسو كامل بناتي تابعوا فيا، وما تنسوش تخبروني من راكم تابعوا فيا باش نخليكم تحيه خاصه. واليوم احب التحيه الى كامل البنات اللي في البويره، شكرا لكم على الكلمات الجميله وربي يحفظكم ان شاء الله. وسواء كنتم في داخل الوطن ولا في ارض الغربه، في الشرق، في الجنوب، في الشمال، في الوسط، في الجنوب الكبير، في القبائل، ربي يحفظكم وشكرا على دعمكم، والقناة تستمر بالدعم وحبكم ليا، شكرا لكم. نبدأ على بركة الله. شوفوا كي نصبغوا شعرنا يا البنات بلون فاتح، هنا وش معناها؟ معناها هذا اللون راهو ممنوع نديروا له زيوت ولا حوايج تكون تاثر له على اللون وفسدوا اللون او يخسرنا عليه الدراهم. راح نقول لكم واش نديروا. اول حاجه راح ننصحكم بها اللي هي الشامبو المعجزه اللي ينقذ لك شعرك في حاله ما ديكابيتي شعرك وصلتيه لرقم 10، يعني درجه 10 ولا 8 ولا 9. هنا راح نعطيكم لامارك اللي هي رخيصه وماركه غاليه وكل واحد حر. على العموم اول حاجه نبدا بها هي البلسم. نهار اللي تصبغوا شعركم الحاجه اللي تفكروا فيها هي بلسم يكون يعالج الشعر. احنا ننصحكم بهذا البلسم من سواليس. شوفوا البنات مكتوب فيه باللي كيراتين كولر بيرفكت بروتكت، عفوا، فهو من النوع اللي يحمينا الشعر اللي يكون ملون. هاوليكم تاع سواليس هذا، ما نحكي لكمش البنات هايل، يعني كاتبين فيه 5 في 1، بمعنى انه فيه الكيراتين، فيه بزاف حوايج اللي تحميلك الشعر وتعالجها. طريقته سهله ماهره، راح نفهمكم لانه الطريقه مهمه جدا في انكم تستعملوا البلسم. راح نقول لكم مثلا هذا الشعر تاعنا يكون مبلل ونحن غسلينه، واش نديروا؟ راح نجيبوا البلسم نحطوه على الشعر كيما هاك، شوفوا البنات هاني حطيت شوي بلسم ونبدو ندلكوا فيه على الشعره تاعنا، ما نقربوش اصلا للجذور هكذا، ونخلوه على شعرنا 10 دقائق بينما انا نكون مثلا نغسل في بلاصه اخرى ولا كاش ما ندير في قماش، نخلوه على شعرنا لمده 10 دقائق. هاوليكم بعد ال10 دقائق نشلوه فقط بالماء وما ديروش العفسه هذه تاع انكم تلووا شعركم. شفتوا كي تلووا شعركم من هاك؟ ديما نحنا كامل نديرو طوماطيشه كي نجيو خارجين من الدوش، هذه تدمر الشعر. راكي حميتيه صح بصح راح تدمر. نحكمو نخلوه كيما هاك يعني محلول، ونديرو عليه المنشفه، نديرو عليه المنشفه تاعنا ونخلوه ينشف بطريقه يعني بطيئه، ما تحكموش شعركم تبقوا تعصروا فيه وتكسروا فيه وتلووا فيه، فهذه الطريقه تدمر ليكم الشعر خاصه اللي عندهم لي فرش من تحت. وما تقربوش البلسم لجذور الشعر الا في حاله واحده، يكون الشعر تاعكم واقف كيما هاك. مثلا كي يكون وحده عندها شعرها مجعد هاك ولا بنتها، فدير لها طليه 5 دقائق وتغسلو، تنش تغسلو مليح مليح حتى يخرج من الشعر. هذه طريقه البلسم. الحاجه الاخرى اللي هي السيروم. بعد ما غسلتي شعرك وخرجتي راح نجيبو سيروم. انا طبعا هنجبت لكم ماركه معينه اللي تعالج الشعر، انتم احرار يعني كان حابين تطبقوا هذه الطريقه باي بلسم عندكم نواتيكم انتم احرار. راح نجيبو البلسم تاع سواليس، رخيص خلاص يا البنات ولكن فائدته تهبل تهبل، يعني لانه مخدوم بزيت الارغان وبالفيتامين او. هنا راح ننصحكم نصيحه باش تزيدوها مع هذا البلسم. واش هي؟ مثلا نجيب هذا البلسم تاعنا نحطه في يدي، ثم بعد ذلك نحكم نزيد فيه كبسوله تاع فيتامين او تتباع في لافارماسي، نكسرها فيه نحكها من حفيدي ونحكم نديرها على شعري وهو مبلل. يعني انتي خرجتي من الدوش درتي عليه بشكير خرج منه الماء الزائد الكل، مازالو طري هكا كونادي، نحكمو نديرو عصره من هذا السيروم، ثم بعد ذلك نخليه في شعري يجف تماما. واش راح يدير السيروم هذا؟ اذا كنتي انتي راح تشخري شعرك ولا راح تجبديه بالليسر، راح يحافظ لك على الشعره ويحميها، يعمل لك يعني بروتكشن على الشعره وحمايه، فبالتالي يقلل لك الضرر. فهمنا البنات؟
هذا اول منتج عندنا البلسم 5 في 1 بالكيراتين، روعه خاصه الناس اللي صبغه شعرها. راح تقولي شعري مش مسبوح، نقول لك ديري حتى كذا مش مسبوح، راح يحمي لك الشعره وراح يحمي لك ايضا اللمعه تاع الشعر، لانه هذا خصيصا هو شعر مسبوح، لكن اذا شريتيه تقدري تستعمليه حتى الشعر الطبيعي. كذلك عندنا هذا تاع سواليس هايل بزاف، اللي هو سيروم يحمي لنا الشعر ويعطينا تغذيه للشعر. لان حنروحوا لحاجه مهمه بزاف يا البنات، اللي هو كاين ناس راهي حابه تشي شامبو للشعر اللي يكون مصبوغ بليماش ولا بالالوان الغامقه، فاحنا ننصحكم بهذا الشامبو. هاوليكم يا البنات هير ريبير، عندكم هذا وعندكم غارني. كل ما تقروا هنا راح نفهمكم حاجه واش يديروا. هنا يكتبوا لكم هير كولور، يعني للشعر اللي يكون شوفوا كولوري ميشي، يعني يعطيله شو اسمها اللمعه، يحميه من المكونات الضاره اللي في الشامبوات العاديه، لانه الشامبو العادي يكون يسحب الرطوبه. فديما تشرو شامبو كولوري، هذا هايل بزاف تاع جليس من شوارسكوف، خاص بالشعر طبعا المصبوغ. لكن اذا حبيتوا نصيحتي انا نصحكم تشرو شامبو تاع سواليس، لا جام سواليس، اللي لونها بني، تلقون اللون تاعها بني. اذا لقيت لافوتو ان شاء الله نحطها لكم. اي وحده فيكم شعرها بالبلاتين ولا بالليماش ولا مديكابي، في المرحله الاولى في الاسابيع الاولى تدير البلسم وتدير لا جام تاع سواليس، اللي هي من اروع لي جام وارخصها. لانه كاين ناس تقولي لندا علاش يعني تركز على ماركه معينه؟ لا، لانه كاين ناس ما عندهاش دراهم تشري مثلا جليس غارنييه، فهذه ماركه رخيصه ولكن فعاليه تاعها روعه، خاصه شامبو البني. شامبو البني ان شاء الله المره الجايه نجيبه لكم، اللي هو تاع سواليس، هذاك يزيت الشعره. مثلا انت درتي لي ماش بلاتين، اول حاجه راح تصرك في شعرك هي انه الشعره تيبس وتولي هكا مقشفه وتتكسر. هنا لازم لها التزييت بلا ما نغيروا لها لونها. اشرو شامبو سواليس عفوا، واشرو البلسم وكذلك المجموعه كامله تاع سواليس، وابدوا طبقوا كما قلت لكم الشعر مبلل، حطوا عليه البلسم واصلوه، ثم ديروا ديريكت بعد ما تنشفوا شويه السيروم، راح تشوفوا انه من اول اسبوع الشعره تاعكم طرت ولت ولا اروع. لان الناس اللي راهي شعرها ماهوش مسبوغ، يعني كما نقولوا حنا لا علاقه لهم بالصبغه ولكن جاف، نفس الشيء اشرو سيروم واشرو البلسم. اذا ما تحبوش المواد يعني اللي تتباع، تقدروا تعدلوا هذا الماسك، ننصحكم بها. هاي لدرجه ما تصوروهاش، ماسك هذا عباره على واش؟ عباره على مجموعه تاع بروتينات. نجيبوا صفار بيضاء، الناس شعرهم جاف طبعا جدا، صفار بيضاء ونزيدوا عليها مغرفه تاع زبده تكون دايبه ولكن بحراره الغرفه، يعني سخونه، ماذا بيك حتى تحكمها في يدك هكا حتى تذوب. ثم بعد ذلك تزيدي على هذيك صفار بيضاء مغرف صغير تاع قهوه تاع زبده وتخلطيهم جيدا حتى يولوا كيما لا كريم. ثم بعد ذلك تزيدي فيه عصره تاع بلسم تاع سواليس، هذا ولا ما عندكش البلسم تاع سواليس ديري اي بلسم، لازم البلسم هذه الخلطه باش يعطينا يعني رطوبه للشعر. ونحكموا شعرنا نقسموه ونبدو نحطوا عليه الوصفه، ما نقربوش للجذور تاع الشعر لانه باش ما نغلقوش البصيله ونحطموها، نحطوه ونخلوه 10 دقائق ثم نغسلو بالاستمرار. هذه الوصفه تاع زبده وصفار البيضاء مرتين اسبوعيا يعطيكم نعومه للشعر وترطيب عالي. والوصفات لازم تتبدل، وحده ما تحكمش وصفه وتقعد عليها اعوام، ما تحكمش شامبو تقعد عليه اعوام. كيف سواليس استعملوه 3 اشهر ثم بدلو. تفهمنا؟ كان هذا هو فيديو اليوم عن الناس اللي عندهم ليماش بلاتين ولا ليماش صفر مكسرين، وكذلك بدا شعرها يتفتت، فلازمك تعالجيه من تحت. اما اذا عندك تساقط في الشعره، هذه حاجه اخرى خلاص، الفيديو القادم راح نعطيكم روتين بطريقه روعه، روتين يخلي الشعره تنبت من اول جديد، وان شاء الله يفيدكم. تهلوا في رواحكم، اذا عندكم اي وصفه ما تبخلوناش، نحن ثاني نحتاجوا يعني بعض وصفاتكم وبعض الاشياء وتجربكم، لانه نقول لك سقسي مجرب وما تسقسيش طبيب. اذا جربتي اي حاجه ونفعتك شامبو كريم ولا اي حاجه اذكرينا نوع شعرك عفوا وش درتي باش نستفادوا مع بعضنا، وكذلك يعم الخير والفائده. تهلوا في رواحكم، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو بارطاجوه في البروفيل تاعكم والجروبات باش يوصل للجميع وتفيدوا القناه ونستمروا اكثر واكثر. تحيه طيبه ليكم والسلام عليكم.